لماذا ألقينا المرساة هنا وسط البحر؟ لأن الدخول إلى المرسى ممنوع ليلا. إذن سنبقى هنا. نعم. ومتى سنتابع سفرنا؟ غدا باكرا إن شاء الله. طيب، سأبحث عن عصام لأخبره. لحظة من فضلك. ما الأمر؟ سمعت أنكما ستزوران داكا، وبما أنني من هناك أود أن أدعوكما إلى بيتي. ومتى ستكون في داكا؟ عندي إجازة للشهر المقبل. كثر الله خيرك، أعطني عنوانك. يا عصام، هل تعلم أننا سنقضي الليلة هنا؟ طبعا. إذن أنت تعرف أن الدخول إلى المرسى ممنوع ليلا. نعم، لا تنسى أني ابن بحار. تعال خذ كرسيا واجلس بجانبي، انظر إلى السماء وتمتع بهذا الهدوء وهذا النسيم. سأحضر الحاسوب لأشتغل قليلا. نحن اشتغلنا كل النهار، استرح الآن. يا أمين، يا عصام، هناك عاصفة تقترب منا بسرعة، يجب أن نرفع المرساة حالا. عاصفة؟ البحر هادئ والسماء صافية. أنت على حق، ولكن انظر إلى الغرب، هناك سحابة ضخمة تتوجه نحونا. هناك برق أيضا، ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ من الأحسن أن تذهبا إلى قمرتكما قبل وصول العاصفة وألا تخرجا منها. هيا بنا يا عصام، أن تصبح ريحا والمطر لن يتأخر. السفينة تتحرك بشدة، أنا لا أتحمل هذا. هل تحت دواء ضد الدوار؟ نعم، هي في الحقيبة. أنا لا أقدر أن أتحرك، أرجوك ناولني الحبة. خذ، سأحضر لك كأس ماء. شكرا، أحس بألم في كل جسمي. صبرا يا أمين، أنا أيضا سأتمدد على السرير. كيف حالكما؟ هذه أكبر عاصفة أشتها في البحر وأشدها. بالنسبة إلي هي أسوأ تجربة. ولكنك الآن بخير. أنا أحسن والحمد لله. لماذا ألقينا المرساة هنا وسط البحر؟ لأن الدخول إلى المرسى ممنوع ليلا. ومتى سنتابع سفرنا؟ أود أن أدعوكما إلى بيتي. عندي إجازة للشهر المقبل. كثر الله خيرك، أعطني عنوانك. هل تعلم أننا سنقضي الليل هنا؟ انظر إلى السماء وتمتع بهذا الهدوء وهذا النسيم. سأحضر الحاسوب لأشتغل قليلا. هناك عاصفة تقترب منا بسرعة.
هناك عاصفة تقترب منا بسرعة. البحر هادئ والسماء صافية. البحر هادئ والسماء صافية. ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ ماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ النسيم أصبح ريحا والمطر لن يتأخر. النسيم أصبح ريحا والمطر لن يتأخر. هل عندك حبة دواء ضد الدوار؟ هل عندك حبة دواء ضد الدوار؟ سأحضر لك كأس ماء. سأحضر لك كأس ماء. هذه أكبر عاصفة عشتها في البحر. هذه أكبر عاصفة عشتها في البحر. أنا أحسن والحمد لله. أنا أحسن والحمد لله.